شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على وحدة الدولة وضرورة تناسق أعمال كل مؤسساتها، مؤكدا بأن الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي وستحارب جميع المحتكرين والمضاربين، في إشارة منه إلى أزمة الخبز التي تشهدها تونس والتي وصفها بالأزمة المفتعلة. وقال سعيد خلال ترأسه جلسة عمل مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني ووزراء الداخلية والمالية والشؤون الاجتماعية، قال إن البعض يرتب لاختلاق أزمات أخرى في عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية، منوها إلى أن الدولة ستعمل على تطهير الإدارة وفق تعبيره. يتحملوا مسؤوليتهم، يعني مش يعمل بشيء جوع الشعب ولا بشيء يخلق أزمة بالنسبة للعودة المدرسية والجامعية، فسيتم التصدي له بقوة القانون بطبيعة الحال. ولا نترك لا شعبنا ولا تلاميذنا وطلبتنا في كل المؤسسات لقمة لهؤلاء أو من يعتقدون أنهم لقمة. والحمد لله الشعب واعي ويعلم جيدا حقيقة الأوضاع وسيتصدى لكل هؤلاء. وفما مجموعة بطبيعة الحال من الخونة والعملاء في الداخل ليعملوا على تشويه صورة تونس. لو كان جات فما حد أدنى من الوطنية ترى ما تكلموش بالطريقة هذه. جوع الشعب، ما جوع الشعب، ابو شربه من الناس بالجوع والشعب. فما دولة وثم مؤسسات دولة ودولة قوية.